الموضوع اللي بعده، وعلي معلول يغيب عن مباراه الاهلي في مواجهه دجله، وده بسبب تراكم البطاقات الصفراء. الانذار الثالث حصل عليه علي معلول في مباراه الامس، وكان نتيجته ان محمود وحيد شارك على حسابه عشان ياخد حساسيه المباريات، وبالتالي يكون جاهز لمباراه وادي دجله يوم الجمعه اللي جايه. بصراحه يعني تحس ان الانذار ده مفرح شويه بالنسبه للاهلاويه. ليه؟ لان الناس قلقانه شويه على علي معلول، الراجل بيلعب اساسي على طول ما شاء الله عليه، فخايفين يتصاب او يتعور او حاجه قبل الفتره اللي جايه. ومعلول عنده سوابق قبل كده في الحقيقه، يعني حظنا دايما او حظه مع الاهلي ان هو في الادوار النهائيه في البطولات الافريقيه بيكون غايب بسبب اصابات عضليه مختلفه، فيريح شويه. وعندنا لعيب كبير قوي 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 اللي هو محمود وحيد، بصراحه لاعب بكواليتي عالي. لسه العرضيات مش مؤثره، او لسه ما خدش فترات ودقايق كتير عشان يثبت نفسه، لكن امكانياته معروفه بالنسبه لجمهور الاهلي تحديدا اللي واثق فيه كل الثقه. فبالتالي ان شاء الله باذن الله معلول يرجع بعد المباراه اللي جايه، وكمان يؤدي المباراه اللي جايه مع محمود وحيد بشكل قوي امام وادي دجله باذن الله تعالى. طيب خلينا نروح للي بعده.